حدث عالمي في عمان وحفل الموسيقار اليوناني العالمي ياني بالإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي. فهذا الحدث يحمل أصداء إيجابية محلية وعربية وعالمية من الناحيتين الثقافية والسياحية. وجود فنان زي ياني معانا اليوم كتير مهم، وخصوصا اليوم بعد اللقاء الصحفي اللي صار معه، يعني بعد النقاط اللي حكاها كمان لفتت نظر الجميع لأهمية هيك فعاليات. اليوم ياني لما بيجي وبشوف الأردن شو هو، بشوف عمان شو هي، بشوف الحضارات ومدى عراقة المكان، ليس فقط يعني رح يحيي ذاكرة المكان اللي هو رح يكون فيه زي القلعة، ولكن أيضا ياني سوف يصبح هو سفير الأردن في العالم لما بيحكي عن الشعب الأردني وعن حفاوة الاستقبال وعن التجربة اللي بيخوضها هون في الأردن. انتقالاً إلى الحفل الذي أقيم في جبل القلعة بوسط العاصمة عمان، لما يحمل هذا المكان من قيم جمالية عالية تتناغم مع ما تتمتع به أعمال الموسيقار ياني والتي جالت في أرجاء الدنيا. جاء الحفل بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وسط عاصفة من الترحاب والتفاعل الشديد. I use any instrument, known to man, from any culture, as long as it expresses the emotion that I'm trying to express. I think before I write a piece of music, is I feel. It begins with the emotion. It's not mechanical. I don't have to sit at the piano and play, clink, 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 and go, oh, that was kind of good. Let me work on that and see if I can make a song out of it. It's complete focus, and the music just comes all at once. يعتبر الموسيقار ياني وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان الفنان الأول في أداء حفلات موسيقية في جميع القارات، حيث يقدم ياني موسيقاه الخاصة التي تعكس الحضارة والتاريخ وحوار الثقافات بلحن جميل ومتميز. When you go in front of the pyramids or the Parthenon or the Taj Mahal or the Citadel, you feel that energy. That energy is there. You just got to be sensitive enough to feel it. Because they're there. They touched the stones. They made them. That energy does not leave. So it changes the way we play music. أيمن الحمود، رؤية.